بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجمال وجهك ولعظيم سلطانك، سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما تنفعنا به يا رب العالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما تنفعنا به يا رب العالمين. اللهم أطلق ألسنتنا بتلاوة كتابك، وارزقنا تلاوة صحيحة فصيحة كالتلاوة المنقولة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير زيادة ولا نقصان، مع التدبر والتفكر والعمل بمقتضى القرآن العظيم يا رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. إخواني الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتابع حديثنا اليوم في آخر باب مخارج الحروف من منظومة المقدمة فيما يجب على قارئ القرآن أن يعلمه. وقبل أن أبدأ أحب أن أقول، غدا مع أنه يوم الجمعة فإن شاء الله عندنا درس في شرح المنظومة الجزرية، بقية الدروس في الدورة أظن أنها ستتوقف غدا يوم الجمعة، لكن بالنسبة إلى درسنا فهو موجود بإذن الله في نفس الوقت بعد صلاة المغرب، غدا الجمعة بعد صلاة المغرب. القصد من ذلك لعل الله يكرمنا أن ننهي شرح المنظومة الجزرية، ولا نريد أن يدركنا الوقت في الآخر فنسرع دون أن نوفي الأبحاث حقها. وقفنا بالأمس عند قول ابن الجزري رحمه الله: والظاء والذال وثال العليا من طرفيهما. وبينا بأن الحروف اللثوية الظاء والذال والثاء هي من أطراف الثنايا العليا مع أطراف مع طرف اللسان، الطرف على الطرف، لا نجعل اللسان في الداخل هكذا ولا نخرج قطعة كبيرة منه إلى الخارج هكذا، بل الطرف على الطرف كما نرى أمامنا على الصورة على اللوحة. و بينا أيضا بأنه لا يكفي أن يضع الإنسان لسانه في المكان المطلوب دون أن يضغط ويخرج الصوت من هذا المكان بالذات، فلا نقول مثلا الظالمين، أو المنظر منظر ظاء لكن الصوت ما في، الصوت من فين عم يجي؟ من الحنجرة، لا يصح هذا. الظاء مكان التصويت هنا، انتبهنا. الثاء الثواب، سجاجة، أذ ذا ذو ذي، من هذا المكان لا بد من الضغط وإخراج الحرف من هذا المكان. في الصورة التالية نرى مقارنة بين مخرج الظاء من جهة وبين مخرج الذال والثاء من جهة أخرى. لاحظوا بأن الجزء الأمامي من اللسان واحد في الحروف الثلاثة، إلا أن الفرق هو في مؤخر اللسان، في أقصى اللسان. أقصى اللسان في الظاء مرتفع لأنها كما سيأتي معنا حرف مستعل مطبق، بينما الذال والثاء كما نرى لا يرتفع أقصى اللسان عند نطقهما لأنهما حرفان منفتحان مستفيلان كما سيأتي بإذن الله. قال رحمه الله: ومن بطن الشفه فالفاء، يعني حرف الفاء مع طراف الثنايا المشرفه. الثنايا المشرفه الانسان لما يشرف يشرف من اين؟ من علٍ، يشرف من مكان عالٍ، فمعنى ذلك انها من الثنايا العليا. ومن بطن الشفه، الشفه الايش؟ السفلى. نعم، كيف عرفنا السفلى؟ لا يستطيع الإنسان أن ينطق الفاء ببطن الشفة العليا مثلا مع أطراف الثنايا العليا، فيعني قطعا المراد بها إيش؟
الشفة السفلى، وهذا معروف مألوف. بطن الشفة أو باطن الشفة، ما الفرق بين بطن الشفة وماذا يقابله؟ يقابله ظاهر الشفة. يعني لو أن الإنسان أغلق فمه بشكل معتاد هكذا، فما نراه من شفتيه هذا اسمه ظاهر الشفة، وما لا نراه والفم مقفل بشكل معتاد شو اسمه؟ بطن الشفة أو باطن الشفة. فالفاء تخرج من ظاهر الشفة أم من باطن الشفة؟ من باطن الشفة. انتبهتوا؟ أف أف أف، أطراف الثنيتين العليين على بطن الشفة السفلى. فالفاء طبعا أصل ممكن نقول فاء وممكن نقول فاء، يعني انتبهوا إلى هذا الأمر. الحروف التي في حروف الهجاء وآخرها همزة مثل باء تاء ثاء وردت مهموزة ووردت غير مهموزة. انتبهت كلاهما صحيح. يعني عندما يعد أحدنا الحروف له أن يقول ألف باء تاء ثاء، وله أن يقول ألف باء تاء ثاء، هذا صحيح وهذا صحيح لغة. أما في قراءة القرآن كما سيأتي معنا عند كلامنا على الحروف المقطعة فلم ترد إلا بترك الهمزة. انتبهنا؟ من غير، يعني لا يقول مثلا طاء هاء ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، بل نقول طاها. انتبهنا؟ لا نقول كاف هاء يا عين، لا، بل نقول كاف هاء يا. ففي القرآن وردت غير مهموزة. إذا نرى أمامنا على اللوحة أن الفاء من بطن الشفة السفلى مع أطراف الثنايا العليا. وأنبه هنا أيضا إلى الضغط. الضغط يعني إخراج الصوت. يعني أحيانا بعض الإخوة يقول لك أف تف علو تف، المنظر منظر فاء بس ما في صوت، فين الصوت؟ تف تف فاء، فقال لهم تفعلون، لابد فولي فاء، لابد ف، لابد من ايه؟ من اخراج صوت الفاء قويا لان فيها الهمس كما سياتي معنا في صفات الحروف. ثم قال رحمه الله في البيت التاسع عشر كما نرى امامنا على اللوحه: للشفتين الواو باء ميم وغنة مخرجها الخيشوم. للشفتين الواو، يعني مخرج الواو من أين؟ من الشفتين. كيف يكون ذلك؟ نرى أمامنا على اللوحة، انظروا لو سمحتم: بانضمام الشفتين إلى الأمام مع ارتفاع أقصى اللسان. أو أو أو، هكذا الواو العربية لا بد فيها من ضم الشفتين إلى الأمام. أو، هنا تحدث أخطاء. من أهم تلك الأخطاء عدم ضم الشفتين. يقول أحدهم تعملون لو، وين الضم؟ لماذا سميت الضمة ضمة؟ لأنها تخرج بضم الشفتين. فأين الضم إذا قلنا تعملون؟ لابد أن نقول إيه؟ تعملون لو. الضم لفين بيكون؟ إلى الأمام كما سيأتي معنا بإذن الله في آخر المنظومة. وأيضا بعض إخواننا يزم شفتيه زما في مكانهما هكذا، يقول تعملون، يعني يزمهما دون أن يضمهما إلى الأمام. هذا أيضا من جملة الأخطاء. من جملة الأخطاء تضييق فتحة الواو جدا حتى يصير صوتها له، صوتها له ضجيج. يقول تعملوا، يعني بصير الواو لأنه ضيق الفتحة جدا صوتها فيه ضجيج. انتبهنا؟ لابد من أن نترك فتحة الواو واسعة قليلا هكذا تعملوا. من جملة الأخطاء في نطق حرف الواو ما نسمعه من بعض إخواننا وخاصة الذين لهم من أصول من البادية، يقولون مثلا تعملون لون أو، بدل أن يقولوا أو ماذا يقولون؟ أو. ليس في اللغة العربية أو، وإنما فيها أو.
انتبهنا؟ او التي تعادل بالإنجليزية هذه الاو المدورة ليست موجودة في العربية. او انتبهنا كيف؟ هذه الواو الاو موجودة في لغة بعض الأعاجم ومن تلك الشعوب، الشعوب التي تكتب بحروف عربية عندهم او، فحتى يفرقوا بينها وبين الواو العربية او يضعون بعد الواو في الخط ألفا، يضعون بعد الواو في الخط ألفا كالألف التي نضعها بعد واو الجماعة نحن، ألف التفريق. ألا تعرفون ألف التفريق في نحو قالوا؟ حتى نفرق بين واو الجماعة والواو الأصلية، فهم أيضا يضعون هذه الألف للتفريق بعد الواو لينبهوا بعضهم في بلادهم على أن هذه الواو أو وليست أو. انتبهنا؟ كقولهم خورزم خورزم خوست، عندهم بلد شو اسمها خوست وبلد أخرى اسمها خورزم، فيأتي واحد غشيم مثلي شو بيقرأها؟ خوارزم. ما في شيء بالدنيا اسمه خوارزم، في شيء اسمه ايه؟ خورزم خوست، وليس خواست كما نسمع بيقولك الخواستي، تأليف الخواستي، ما في عالم اسمه الخواستي، شو في اسمه؟ الخوستي، لأنه من بلد اسمها خوست. أيضا عند الأتراك خوجة، خوجة يعني أستاذ، خوجة يضعون ألف، فنجي نحن شو بنقرأها؟ خواجة. لك يا أخي ما في شيء بالدنيا اسمه خواجة، شو اسمها؟ خوجة. وين أخواننا الأتراك الموجودين؟ شو بتقولوا خوجة ولا شو بتقولوا خواجة؟ خوجة، شفته؟ وشهد شاهد. إذن خوجة هذه الألف التي بعد الواو للبيان أن هذه الواو ليست أو، يعني لا تقول خوجة بل خوجة خو. انتبهنا كيف يا أخي؟ نعم. اللهم صل على الحبيب. إذن هذه من جملة الأخطاء، تعملون يوقنون، وللأسف بعض المشهورين يعني يفلت من لسانه مثل هذه الواوات. انتبهنا؟ فيأتي شبابنا الذين هم في أول طلعتهم وفي أول إقبالهم على القرآن فيقلدون ذلك المشهور وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. هذه الواو ليست عربية، لا تصح، أو ما في، وإنما في إيش؟ أو. نعم. وطالما عم نحكي على إخواننا الأتراك، إخواننا الأتراك يخلطون الواو بالياء فيقولون أو تعملوا، فهذه الواو مخلوطة بالياء، والواو العربية لا خلط بينها وبين الياء. أو نعم. أظن أننا أشبعنا الكلام على الواو. قال رحمه الله للشفتين الواو، ثم قال باء. مخرج الباء كما نرى على اللوحة التي أمامنا بانطباق الشفتين على بعضهما، أب أب، با بو بي. طبعا ما معها من الأنف شيء، ما معها من الخيشوم شيء. للشفتين الواو باء ميم. الميم كما نرى على اللوحة يعمل فيها الخيشوم ويعمل فيها الأنف، فهي كالنون التي مرت معنا بالأمس. ألم نقل بالأمس إن النون جزئين، إن النون جزئين، جزء لساني وجزء خيشومي؟ كذلك الأمر بالنسبة إلى الميم، فالميم لها جزءان، جزء شفوي وجزء خيشومي، مجموع الجزئين يشكل حرف الميم. واضح يا شباب؟ بانطباق الشفتين ويصاحب ذلك غنة من الخيشوم. أم أم ما مو مي. قال رحمه الله وغنة مخرجها الخيشوم. الغنة كما نرى على اللوحة هي صوت يجري في التجويف الأنفي. شو التجويف الأنفي يعني؟ الخيشوم. وهي جزء من النون والميم، هي جزء من النون والميم. وفي اللوحة التي ترونها في الوسط مخرج النون
مكتوب لا تخلو نون من غنة، وفي اللوحة التي في أيسر الصورة لا تخلو ميم من غنة. أن نا نو ني أم ما مو مي، مهما كان وضع النون ومهما كان وضع الميم فلا تخلوان من غنة، لأن الغنة جزء منهما. وهنا أريد أن أوضح أمرا يكثر اللبس فيه، فيسأل بعض إخواننا هل الغنة حرف أم صفة؟ هل الغنة حرف أم صفة؟ وللجواب على هذا أقول ذكر أئمتنا رحمهم الله الغنة مرتين، ذكروها مع مخارج الحروف وأنها تخرج من الخيشوم، وذكروها أيضا في صفات الحروف كما سيأتي معنا عند قول ابن الجزري رحمه الله وأظهر الغنة من نون ومن ميم إذا ما شددا، لأن الميم كما أسلفت منذ قليل يا إخوة والنون لا يخلوان من غنة، فالغنة جزء النون وجزء الميم، فهي من هذه الزاوية حرف لأنها جزء النون وجزء الميم. أما إن نظرنا إلى تطويلها وتقصيرها فهي من هذه الزاوية صفة. انتبهنا؟ إذن إذا نظرنا إلى الغنة من حيث أصالتها في تكوين وتركيب النون والميم فهي جزء من المخرج وهي حرف، جزء الميم وجزء النون. لكن إن نظرنا إلى غنتها هل هي طويلة أم أقصر، التحكم في طولها، هذا شو؟ هذا صفة. وبقول الناظم رحمه الله وغنة مخرجها الخيشوم، ينتهي الحديث على مخارج الحروف العربية. طبعا في بعض الكتب وحتى شيخ الإسلام الله يرحمه الشيخ زكريا نقل هذه العبارة أنه يشبه صوت الغزالة إذا ضاع ولدها. منين بدنا نجيب غزالة وضايع ولدها؟ والله صعب، يعني نحن غزالة ما عم نشوف لحتى نشوف غزالة ضايع ولدها، فيعني هذه العبارات بعصرهم ما شاء الله كان في غزلان كتير، هلأ ما في لا غزلان ولا في شيء. فهالعبارات هي إذا حدا منكم بكرة بده يدرس التجويد لا يشوش الطلاب ويقعد يقول لهم يشبه صوت الغزالة إذا، يعني الواحد لما بده يجيب تشبيه بده يجيب تشبيه لشيء يعرفه الناس، مو يجيب لهم تشبيه لشيء مجهول. بهذا انتهى الحديث عن مخارج الحروف، الآن إن شاء الله نتكلم على صفات الحروف. بينا يا إخوة في الأيام الماضية أن علماءنا رحمهم الله لما أرادوا أن يضبطوا لنا تلاوة القرآن العظيم لاحظوا بأنه لا يكفي أن يبينوا لنا مكان خروج الحرف، وإنما نحن مفتقرون أيضا إلى معرفة صفة الحرف حالة خروجه من مخرجه حتى لا ننطق ذلك الحرف بكيفية مخالفة لنطق العربي في زمن النبوة. فمن هنا ذكر العلماء عدة صفات للحرف، تارة ينظرون إلى الحرف العربي هل يجري معه نفس أم لا يجري، هل عند نطقه يهتز الوتران الصوتيان في الحلق أم لا يهتزان، ثم تارة ينظرون إلى الحروف نفسها من زاوية أخرى هل صوتها قابل للتطويل والمط أم غير قابل للتطويل والمط، كالتجربة التي عملناها أمس لما كنت أقول لكم انطقوا الحرف الفلاني ثم أقول اضغطوا، فتضغطون ولا تستطيعون أن تجروا الصوت. إذن هذه نظرة ثانية للحروف. أيضا كانوا ينظرون إلى الحرف العربي كيف اتجاه ضغطه عند النطق به، هل يضغط الإنسان الحرف من مخرجه إلى الخارج إلى جهة الشفتين أم يضغطه باتجاه قبة الحنك إلى أعلى الفم، هذه نظرة ثالثة. ينظرون إلى الحرف العربي هل صوته محصور بين مقدم اللسان والأسنان ومؤخر اللسان اللي هو منطقة أقصى اللسان أم غير محصور، هذه نظرة
رابعة. إذن عدة نظرات للحرف لوصفه من كل الزوايا بحيث لا يختلط مع غيره أبدا. نعم. قال رحمه الله في البيت العشرين عن الحروف: صفاتها جهر ورخو مستفل منفتح مصمتة، والضد قل. إذن كم صفة ذكر؟ خمسة: الجهر، الرخاوة، الاستفال، الانفتاح، الإصمات، ثم يريد أن يذكر الضادها. صفاتها، ها الضمير هذا يرجع إلى من؟ إلى الحروف، يعني صفات الحروف. نعم. صفة الحرف كما نرى على اللوحة هيئة خروجه، هيئة خروج الحرف من مخرجه. صفات الحروف العربية نوعان: صفات كما نرى على اللوحة لها ضد، وصفات لا ضد لها. يعني لما نقول هذا الحرف مجهور نقول هذا يقابله الحرف المهموس، هذا حرف شديد يقابله الحرف الرخو، لكن لما نقول هذا الحرف فيه صفير ماذا يقابله؟ لا يقابله شيء. هذا الحرف فيه تفشي، ماذا يقابل التفشي؟ لا يقابله شيء. فالصفات يا إخوة نوعان: صفات لها ضد، بمعنى إما أن تجد الحرف هنا أو تجد الحرف في الصفة المقابلة. أما الصفات التي لا ضد لها فقد اتصفت بها بعض الحروف وليس ثمة لبقية الحروف صفة مضادة لهذه الصفة. الصفات المتضادة للحروف العربية: الجهر وضده مين؟ الهمس. الشدة وضدها الرخاوة، وبينهما صفة ثالثة هي بين الرخاوة والشدة، أو اختصارا نقول البينية. الاستعلاء وضده مين؟ الاستفال. الإطباق وضده مين؟ الانفتاح. أما صفتا الإذلاق والإصمات فهما من علم الصرف وليس لهما أثر في النطق. هاتان الصفتان ذكرهما الإمام ابن الجزري رحمه الله، لكن ما ذكرهم الشاطبي في الشاطبية في آخر، في باب مخارج الحروف وصفات الحروف في آخر المنظومة الشاطبي، وكثير من المصنفين ما ذكروهما، وحق لهما ألا يذكروهما لأنهما لا أثر لهما في النطق. نحن الآن نتحدث عن أصوات، أما صفة الإصمات والإذلاق أنا أخبركم ما هما. الإصمات من صمت فلان بمعنى امتنع عن الكلام، الصمت أو الإصمات هو منع الحروف من الانفراد. قال علماء الصرف إذا يعني اسمعوا، واللي بيفهم يفهم واللي ما بيفهم ما يعني لا يضره ذلك. إذا وجدت كلمة تتألف من أربعة أحرف أو خمسة أحرف كلها حروف أصول، يعني ما فيها حروف زائدة، لأنه في علم الصرف يعلمون أن حروف الكلمة إما أصلية وإما زائدة، فإن كانت الحروف أصلية في كلمة رباعية أو خماسية لا بد أن يكون بينها واحد على الأقل من حروف فر من لب الستة هذه، يعني الحروف الإذلاق، وإلا فالكلمة أعجمية يعني غير عربية. إذن هو مقياس لمعرفة عروبة الكلمة من عجمتها. طب أنا بالتجويد شو بدي به القضية هاي؟ هل أقول للطالب لماذا لم تأتي بصفة الإصمات؟ وهل للإصمات أثر في النطق؟ ما له أثر. وهل للإذلاق أثر في النطق؟ ما له أثر. لماذا ذكرهما الجزري؟ لا أدري، الكلام من عندي، لعله أراد أن يجعل صفات الحروف 17 كما جعل مخارج الحروف 17، فذكر خمسة ضد خمسة، هدول أديش صاروا؟ 10، وذكر سبع صفات لا ضد لها، شو صاروا؟ 7، لعله من باب المشاكلة، لكن في النطق ما لهم أثر أبدا. فإذا كان منكم يا إخواننا من يدرس التجويد لا تشوش الطلاب بصفتي الإصمات والإذلاق، فليس لهما علاقة بنطق الحروف أبدا.
الصفات غير المتضادة للحروف العربية. أولا صفة الصفير، طبعا هذا كله على سبيل الإجمال الآن عم نذكره، سوف نعود إلى هذه الصفات واحدة واحدة، بس الآن حتى تأخذوا فكرة عن مجموع صفات الحروف. صفة القلقلة، صفة اللين، صفة الانحراف، صفة التكرير، صفة التفشي، صفة الاستطالة، وأيضا صفة الغنة، ولم ينص الجزري عليها صراحة، يعني لما ذكر الصفات غير التي لا ضد لها لم يذكر معها صفة الغنة، وإن كان ذكرها في قوله وأظهر الغنة من نون ومن ميم إذا ما شددا، ما هي من صفات الحروف، تطويل الغنة من صفات الحروف، من الصفات التي لا ضد لها. نعم. قال رحمه الله بعد أن قال صفاتها جهر ورخ مستفل منفتح مصمتة، ثم قال والضد قل مهموسها، فحثه شخص سكت. مهموسها الهمس ضد مين يا إخواننا؟ ضد الجهر. حروفه عشرة، جمعها علماؤنا بقولهم كما نرى على اللوحة سكت فحثه شخص، هكذا أصل هذه العبارة في كتب النثر، سكت فحثه شخص يعني حرضه على الكلام، انتبهنا، سكت فحثه شخص، لكن في الشعر لا تأتي سكت فحثه شخص، فغيروا وبدلوا فيها حتى تتفق مع مستفعل 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 مهموسها فحثه شخص سكت. واضح؟ ما علاقة الهمس والجهر بأي شيء علاقتهما يا إخوة؟ علاقتهما من حيث جريان وانحباس النفس واهتزاز الوترين الصوتيين في الحنجرة. الحروف العربية كما نرى على اللوحة من حيث جريان وانحباس النفس مهموسة وعددها عشرة، سكت فحثه شخص، ومجهورة وعددها 19 حرفا وهي باقي الحروف، يعني ما عدا سكت فحثه شخص. أريد أن أعمل معكم تجربة، لو وضعتم يدكم هكذا على الحنجرة ونقول لاحظوا هل يدكم تهتز؟ أف اهتزت يدكم؟ طيب اهتزت؟ إذن أف غير أظ، انتبهتوا كيف؟ نضع الفاء هنا ونضع الظاء هنا. طيب أخ، في اهتزاز، إذا نضع الخاء مع الفاء، انتبهنا كيف؟ طيب مثلا نقول أز، هل تهتز يدكم؟ إذا نضع الزاي مع الظاء، وهكذا بحث علماؤنا في الحروف 29 حرفا حرفا، هل يجري معها النفس أم لا يجري، وهل يهتز الوتران الصوتيان في الحنجرة أم لا يهتزان، فقسموا الحروف إلى مجموعتين، عشرة التي هي سكت فحثه شخص لا يهتز الوتران الصوتيان عند نطقها أس أك أت أف أح أث أه أش أخ أص، هذه العشرة لا يهتز الوتران الصوتيان، ويتدفق عند نطقها كمية من الهواء في عند نطق الحرف، وباعتبار أن هذا النفس صوته ضعيف شو سموا العمل؟ همس. لما يقولون همس فلان شو يعني همس؟ تكلم في الخفاء، ما هي؟ همس في أذني، شو يعني همس في أذني؟ يعني تكلم. إذن هذه الحروف فيها شيء من الخفاء، لأن في أم هدي الحروف الأخرى أز أض أض شو تجد فيها؟ فيها ارتفاع في الصوت يقابل الهمس الجهر، جهر فلان يعني أعلن، الجهر في اللغة الإعلان. نعم. الهمس كما نرى على اللوحة هو الخفاء في السمع، ليه؟ نتيجة انفتاح الوترين الصوتيين وعدم اهتزازهما،
وجريان كثير لهواء النفس. لاحظوا صورة الأوتار الصوتية، حالة الهمس، وكيف أن الوترين مبتعدان عن بعضهما هكذا. فلما ابتعد الوتران عن بعضهما شو بيصير بينهم؟ مجال حتى يتدفق من الهواء، يتدفق النفس، واضح؟ لكن لو اقترب الوتران من بعضهما يضيق المخرج، ولما يضيق المخرج شو بيصير بالوترين؟ يرتجفان ويهتزان، وهو ما شعرتموه على حلوقكم عندما وضعتم أيديكم، واضح؟ مثال من الحروف المهموسة كما نرى على لوحة، حرف الشين هو واحد من 10 حروف كما نرى. نعم. ويقابل الهمس الجهر. الجهر كما نرى على اللوحة، خليك على اللوحة يا ابني، هو الوضوح في السمع لنتيجة تضام الوترين الصوتيين واهتزازهما وانحباس كثير لهواء النفس. لاحظوا كيف أن الوترين الصوتيين يهتزان ويرتجفان عند نطق الحرف المجهور. انتبهنا؟ ومثال ذلك حرف اللام. نقول ضعوا يدكم. تجد بأن الحنجرة فيها اهتزاز، اهتزاز من؟ اهتزاز الوترين وارتجافهما كما نرى على اللوحة. هذا هو الهمس والجهر. إذن علي عندما أقرأ القرآن أن أراعي 10 حروف فأبين همسها وجريان النفس معها، وأحبس النفس فين؟ في 19 الباقية، في 19 الباقية. نعم. بعض إخواننا من بعض الشعوب العربية في النطق العامي يهمسون القاف، يقولون قا قا، فلما يأتوا ليقرأوا القرآن يقرؤونه بنفس الطريقة. فقال لهم، هذا لا يصح، علينا أن نقول فقا قا، اسمعوا جيدا، قا قا، ولا نقول قا قا. هل رأيتم تدفق الهواء مع القاف؟ هذا لا يصح. وأيضا في بعض الناس من شعوب عربية يهمسون الطاء فيقولون فطا، فطال عليهم الأمن، طا. أيضا الطاء العربية الفصيحة مجهورة هكذا، طا 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 طا، وليس طا. انتبهنا؟ فانتبهوا إلى ذلك. هذه صورة للمقارنة، وبضدها تتميز الأشياء. وضع الوترين الصوتيين حالتي الهمس والجهر، فعلى اليمين نرى بأن الوترين مبتعدان عن بعضهما لذلك يتدفق الهواء معهما، وبينما في حالة الجهر فإنهما يهتزان ويرتجفان وقد اقتربا من بعضهما. والمثال لحرفي السين والزاي، ففي السين الوتران مبتعدان عن بعضهما والهواء يتدفق، بينما الوتران منضمان ويرتجفان ويمر صوت ضئيل بينهما فيهتزان ويظهر الجهر. هذه الصورة التي ظهرت الآن صورة طبيعية للوترين. الصورة السفلى مرسومة رسم، الصورة السفلى مرسومة رسم، بينما التي عليا هذه مأخوذة بال يعني كاميرا صغيرة تدخل إلى الحلق. هذه صورة طبيعية، الوتران الصوتيان في الأعلى طبيعيان هكذا في حلق كل منكما. وهذه الصورة التي على اليسار أيضا صورة للوترين الصوتيين عند نطق حرف مجهور. إذن الصورة التي في اليمين لنطق حرف مهموس، والتي على الشمال عند نطق حرف مجهور. هل رأيتم؟ في أوضح من هيك؟ هي فوتناكم لداخل الفم، يعني شو بدك أكثر من هيك؟ نعم. قال رحمه الله: شديدها
لفظ أجد قط بكت. تكلمنا يا إخوة منذ قليل عن الحروف من حيث جريان النفس وعدم جريانه وانفتاح الوترين الصوتيين وانضمامهما. الآن سوف نتكلم عن الحروف العربية نفسها ولكن من زاوية ثانية. هل الحرف العربي قابل لمط صوته وتطويله أم غير قابل للتطويل؟ انتبهتم؟ تعالوا لنجرب معا. قولوا مثلي لو سمحتم. أب أب. طيب اضغطوا وحاولوا تمشوا الصوت. أب. شو في مجال يا شيخ؟ اضغط. ما في مجال. طيب لما نقول الز، ما شاء الله صارت طولها كيلومتر. ها إذن الزاي قابلة للتطويل أم غير التطويل؟ غير قابلة. قابلة. انتبهنا. طيب مثلا أش قابلة. أط أط. شو في مجال؟ أبدا. طيب أع شو مين بيطولها؟ في مجال؟ يلا اللي بيطولها يسمعني. يعني العين لا هي مثل أط منقفلة تماما ولا هي مثل أز قابلة للتطويل جدا، يجري الصوت معها قليلا ثم يقف كما رأينا أمس بالمخرج لما تكلمنا بالأمس عن مخارج الحروف. ألم تلاحظوا كيف أن لسان المزمار يعود فيضيق مخرجها؟ أع أع أع. لكن أكثر من هيك ما عاد في مجال، وإلا بعدين ممكن الإنسان يعني يحدث معه أشياء غير مرغوب فيها، صح؟ فالعين فيها جريان للصوت ولكن ضئيل، وليس فيها بتر للصوت ولا امتداد أو تطويل. قال رحمه الله: شديدها لفظ أجد قط بكت كما نرى على اللوحة. الشدة هي انحباس جريان الصوت عند النطق بالحرف. شو السبب؟ نتيجة غلق المخرج. والمثال الذي نراه على اللوحة حرف الجيم. انظروا كيف، انظروا إلى الأسهم وكيف أن الصوت يخرج من الوترين الصوتيين ويصل إلى فين؟ إلى منطقة وسط اللسان مخرج الجيم ويتوقف. أد أد. قولوا أد. ما في مجال. مثل ما الحج مثلا. الحج. لا لا تفلتوها، خليك ماسكها. الحج. حاول تضغط. ما في مجال. انتبهنا. فإذا الجيم من الحروف الشديدة التي ينحبس الصوت عند النطق بها. نرى على البيت في أعلى أن الحروف التي ينحبس الصوت عند النطق بها كم واحد؟ 8 مجموعة في قولنا أجد قط بكت. أجد قط بكت. نرى على اللوحة الحروف العربية من حيث مرور الصوت في المخرج. المجموعة الأولى شديدة وهي حروف أجد قط بكت. بين الرخوة والشديدة 5 أحرف يجمعها قولنا لن عمر. الحروف الرخوة وهي باقي الحروف، يعني ما عدا أجد قط بكت وما عدا لن عمر. إذن الحروف يا إخوة من حيث قابليتها للمط والتطويل كم مجموعة؟ 3 مجموعات. مجموعة لا يجري معها الصوت أبدا. 8 مجموعة في قولنا أجد قط بكت. مجموعة يجري معها الصوت جريانا جزئيا وسيأتي شرحها حرفا حرفا، هي 5 مجموعة في قولنا لن عمر، وباقي الحروف يجري معها الصوت جريانا بينا. نعود لنفصل ما أجملناه. الحروف الشديدة أجد قط بكت، وهي أيضا قسمان: مجهورة وتتألف من قطب جد والهمزة. لأنه من شوي نحن تكلمنا على الحروف من حيث جريان النفس، ومهموسة وهي الكاف والتاء.
إذن القاف، خليك معي شوي، بالله ركزوا شوي، البحث دقيق بس جميل. القاف والطاء والباء والجيم والدال والهمزة، هذه الستة لا يجري معها لا نفس ولا صوت. لا إيش؟ لا نفس ولا صوت. جربوها واحد واحد، تعالوا إلى القاف، قولوا مثلي. أق، في صوت عم يمر؟ في نفس عم يمر؟ طيب الطاء أط، جرب يا أخي جرب، شغل الماكينة. أط، طيب الباء أب، عم يجري الصوت؟ عم يجري النفس؟ طيب الجيم أد، الدال أد، لا صوت ولا نفس. الهمزة يأ، قول يأتون يأ، ضغط طالع صوت؟ ما في مجال أبدا. انتبهنا كيف؟ بينما المجموعة الثانية المهموسة من حروف أجد قط بكت فيها صفة الهمسة التي مرت معنا منذ قليل، وهي جريان النفس. هنا نقول ينحبس الصوت عند النطق بها، فكيف ينحبس الصوت ويجري النفس؟ ظاهر الكلام فيه تناقض، ظاهر الكلام فيه تناقض، كيف يعقل أن ينحبس الصوت ويجري النفس؟ وهو لا تناقض. لماذا؟ لأن صفة الشدة والهمس في الكاف والتاء ليستا في زمن واحد، وإنما متتاليتين، الشدة أولا فالهمس. يعني لما تنطق يا أخي الكاف تقولها هكذا، انظر إلي لو سمحت، أك، إلى هنا خرجت صفة الشدة وانحبس الصوت، ك أك أك، فلما تبعد المخرج عن بعضه شو بيصير؟ يتدفق مين؟ النفس. وكذلك التاء لما تقول أت، جرب أت أت، هذه الشدة، هذه مين؟ النفس. إذن الشدة أولا فالهمس عند نطقنا لكل كاف أو تاء، ويكون هذا أوضح ما يكون في الكاف والتاء الساكنتين، في الكاف والتاء الساكنتين. انتبهنا؟ بعض إخواننا ينطقون الكاف والتاء شديدتين فقط ولا يهمسونهما، فيقول أحدهم إنك، ويقفل مخرج الكاف ولا يجري النفس. إذا الشمس كورت انكدرت، شو عم يعمل؟ يأتي بصفة الشدة ولا يأتي بصفة الهمس. لابد يا إخواننا من إيه؟ من كلتا الصفتين، الشدة أولا فالهمس. هذا الذي أقوله لكم من دقائق علم التجويد، ليس من مشهور الأحكام، من دقائق الأحكام، فانتبهوا له. نلاحظ على هذه اللوحة انطلاق الصوت بعد انحباسه في الحرف الشديد المجهور. ألم نقل إن الحروف إما شديدة إما مجهورة أو مهموسة؟ فالمجهورة التي هي مثالها الجيم، يا مكتوب ضغط الصوت المحبوس خلف المخرج وانطلاقه يحددان معالم الصوت، معالمه يعني هل هو شديد مجهور أم شديد مهموس. انتبهنا كيف؟ أد أج، بينما اللوحة هذه شوفوا الجيم، بالله لحظة شوي، هذه الجيم وهي مقفولة، شايفين الجيم وهي مقفولة؟ لما ينفتح المخرج أج شو بيصير؟ انظروا كيف خرج الصوت، لح نرجع، شوفوا شايفين الجيم، الأسهم أين انتهت؟ في وسط اللسان عند منطقة خروج مين؟ الآن لما يبتعد المخرج أج، شوفوا شو بيصير، يخرج مين؟ الصوت. هذا بالنسبة للشديد المجهور. بالنسبة للشديد المهموس ومثاله الكاف أو التاء، في الكاف انظروا إلى اللوحة، الصوت وصل لفين؟ طلع الصوت من تحت ووصل إلى مخرج الكاف فانحبس، فلما قلنا أك أك وباعدنا المخرج شو صار؟ انظروا إلى اللوحة، تابعت صوت الكاف طريقه إلى الخارج. إذن جريان النفس بعد انحباسه في المخرج عند النطق بالحرف الشديد المهموس.
وضح يا شباب؟ تكلمنا على الشدة وحروفها الثمانية، أجد قطن بكت. الآن نتكلم على الصفة المقابلة، ماذا يقابل الشدة؟ الرخاوة. الرخاوة ما هي؟ نرى تعريفها على اللوحة: جريان الصوت عند مروره في المخرج. جريان الصوت عند مروره في المخرج. ليش عم يجري الصوت؟ عم يجري لأن المخرج ما عم ينقفل، المخرج لا ينقفل، لذلك نجد بأن الصوت يجري. أش أف أح أس كلها أذ أف، كل هذه الحروف صوتها قابل للتطويل. بينما البينية أو بين الرخاوة والشدة هي كما نرى على اللوحة الجريان الجزئي للصوت في مخرج الحرف. شو السبب؟ بسبب عدم كمال غلقه. يعني مخرج الحرف يا إخواننا لا هو مقفول 100% حتى ينحبس الصوت، ولا هو مفتوح 100% حتى يجري الصوت. قال رحمه الله في البيت 22: وبين رخو والشديد لن عمر. هذه الخمسة لن عمر. ذكرت لكم بالأمس أن اللام من أدنى حافة اللسان لمنتهاها. لما نقول ال جربوا بأفواهكم لو سمحتم، ال نجد بأن هذه المنطقة من اللسان كلها تلتصق هكذا ال. طيب الصوت طالع من هنا من الوترين الصوتيين، لما يصل إلى هنا يجد الطريق أمامه مسدود فينحرف بعض الصوت عن يمين اللسان وبعضه عن يسار اللسان، ثم يتابع طريقه إلى الخارج كما نرى في الصورة التي على يمين اللوحة، كيف أن هذان السهمان الأبيضان يدلان أن الصوت يأتي من الطرفين. انتبهنا؟ فإذا هل الطريق أمام صوت اللام مقفول 100%؟ الجواب لا. طيب هل الطريق مفتوح 100%؟ الجواب لا. في مرور، لكن المرور صاير عن طريق تحويلة زي ما يقولوا الآن في هذا العصر، تحويلة عن اليمين تحويلة عن الشمال. فلذلك اللام اعتبرها علماؤنا حرف بين الرخو والشديد. لن عمر، طبعا لن فعل أمر، ما هيك؟ لن فعل أمر من لان يلين، لان يلين، وأنت يا فلان لن، يعني كن لينا، كن لي. وعمر منادى بأداة نداء محذوفة تقديرها يا عمر، ما هيك؟ يعني كن لينا يا عمر، لأنه سيدنا عمر شديد الله يرضى عنه، ما هيك؟ فإذا لان شو بيصير؟ بين الرخو والشديد. نعم. الراء ننتقل إلى الحرف الثاني من حروف لين عمر. الراء قريبة من اللام، لذلك ذكرناها بعدها مباشرة. لما نقول الراء يا إخواننا تكلمنا أمس عن مخرجها وبينا بأن اللسان يتقعر هكذا عند نطقها، ويبقى من وسطه من هنا فجوة يمر منها جزء الصوت، وهي ما يدل عليه السهم الأبيض الذي على اللوحة. انظر إلى السهم الأبيض في منطقة وسط اللسان، فهذه الفجوة التي تبقى يمر منها صوت ضئيل، فلا الطريق أمام الراء محبوس 100%، ولا هو مفتوح يتدفق منه الصوت. اعتبرها علماءنا حرف إيه؟ بين الرخو والشديد. النون والميم، تعالوا لننظر إلى هذين الحرفين. طيب بدي اياكم تعملوا تجربة، قولوا لشوف نون، انطقوا نون ساكنة طب هلأ رح نسد الأنف ونقول أن في مجال؟ ها ليش ما في مجال؟ لأنه أنا لما سديت الأنف لم أبقي للنون طريقا إلا عن طريق الفم.
جزء النون اللساني شديد. شو يعني شديد؟ يعني مقفول تماما، ما في مجال ليمر منه الصوت، بينما جزءها الخيشومي مفتوح، في مجال الصوت يمشي. فلو كنت أنت تريد أن تقعد الحروف، لو كان الواحد منكم مكان خليل ابن أحمد، هل تستطيع يا أخي أن تجعل النون مع الحروف الرخوة؟ شلون بدك تجعلها مع الحروف الرخوة وطرف والجزء اللساني منها شديد؟ طيب هل تستطيع أن تجعلها مع الحروف الشديدة؟ شلون بدك تجعلها مع الحروف الشديدة وفيها غنة قابلة للمط والتطويل؟ إذن النون فيها جزء قابل لإيه؟ فلذلك علماؤنا توقفوا عند هذا الحرف، فلم يستطيعوا أن يصنفوه لا مع الحروف الشديدة ولا مع الحروف الرخوة، فاعتبروه حرفا إيه؟ بين الرخو والشديد. وما قلته عن النون ينطبق على مين؟ على الميم. قل يا أخي طيب لما أطبقت شفتيك على بعضهما هل عاد يمر من هنا أي صوت؟ الجواب لا. فإذا جزء الميم الشفوي شديد أم رخوون؟ أنا أسألكم، شديد، بينما نصفها الخيشومي رخو قابل للتطويل. من هنا أيضا اعتبر علماؤنا الميم حرف بين الرخو والشديد. شايفين الصورة اللي على اليمين؟ انظروا أين انتهى صوت النون، الأسهم البيضاء عند نطق حرف النون أين انتهت؟ انتهت عند طرف اللسان، بينما من فوق من جهة الخيشوم الصوت ما شاء الله شغال والطريق ماشي. كذلك الأمر بالنسبة إلى الميم، أين انتهت الأسهم البيضاء؟ خلف الشفتين بينما الجزء الخيشومي ما زال قابلا للتطويل. من هنا اعتبر علماؤنا النون والميم حرفان من حروف البينية. واضح؟ يعني شايفين أنه العلماء لما عم يقسموا الحروف عم يقسموها بناء على فهم وعلى ذوق، مو على على التشهي. انتبهنا، مو كل واحد بيقعد بيصنف على كيفه، شو رايكم والله نحطه هون ولا نحطه هون، لا، كله مدروس وكله بحسب فيزياء الاصوات. بقي عندنا من حروف لن عمر الحرف الاخير وهو حرف العين، وتكلمت عنه منذ قليل وبينت لكم كما ترون على اللوحه بان لسان المزمار لما يعود إلى الخلف عند قولنا يضيق المخرج جدا، فلا هو منقفل ولا هو مفتوح قابل للتطويل. لذلك أيضا اعتبر علماؤنا العين حرفا بين الرخو والشديد. إياك نعبد أنعمت. نعم، هذا ما يتعلق بهذا البحث. صعب؟ طيب ألخص، نظرنا منذ أن بدأ درسنا إلى الآن إلى الحروف العربية من زاويتين. الزاوية الأولى جريان النفس وعدم جريانه، فقسمناها إلى إيش وإيش؟ مهموسة ومجهورة. ثم نظرنا إلى الحروف نفسها من حيث قابليتها للتطوير والمط وجريان الصوت، فقسمناها إلى كم مجموعة؟ ثلاث مجموعات: شديدة أجد قطن بكت، بين الرخوة والشديدة لن عمر، رخوة بقية الحروف. في غموض؟ نعم. طيب أنا عم بقرأ القرآن، هل لهذا البحث، بحث الإيش؟ الشدة والرخاوة والبينية، هل له أثر في نطقي؟ الآن عم نتكلم عن بحث أدق من دقيق ومن خفايا ودقائق علم التجويد. اللي بيركز بيستفيد. هل لبحث الشدة والرخاوة والبينية فائدة عند نطقي للقرآن العظيم؟ طيب لما منقول جريان معناته في شيء عم يمشي، اللي بيمشي هل يمشي في فراغ ولا بده زمن؟ لو أنا أريد أن أمشي من هنا إلى ذاك العمود، هل أمشي بالفراغ صفر زمني ولا بدي أحتاج إلى زمن؟ أحتاج إلى زمن. فلما نقول هذا الحرف فيه جريان معناها الزمن شو حيكون؟ طويل نسبيا، طويل نسبيا. ولما نقول هذا الحرف ما فيه جريان معناته الزمن شو حيكون؟
قصير نسبيا. شو معنات نسبيا؟ إذا قيس بالحرف الذي فيه جريان. يعني لما أنا بقول أس بسمي بس، شايفين السين كيف ممطوطة؟ بسمي، هل صوت زمن السين هذا بسمي مثل زمن أقو؟ ما مثله. أقو قصير لأنه حرف إيه شديد. يأتون، يأ شايفين الهمزة تك تك، ما في بس عملية القرع بس يأ. بينما اهدينا اه، شايفين الهاء اه، شايفين المط المستقيم المس مس، شايفين؟ إذن بحثنا هذا تقسيم الحروف إلى شديدة ورخوة وبينية أثره العملي والتطبيقي يتجلى عند نطق الحروف الساكنة. فالحرف الرخو الساكن زمنه ممطوط نسبيا، الحرف الشديد زمنه قصير نسبيا، الحرف بين الرخو والشديد شو لازم يكون؟ انتوا قولوا، بده يكون متوسط. الله يسلمك. يعني لا هو قصير كأق أط، ولا هو ممطوط مثل أس أش أف أح. انتبهنا كيف؟ قياس أزمنة الحروف الصحيحة، هذا الذي الذي قدمته لكم الآن سترونه على اللوحات. قياس أزمنة الحروف الصحيحة، هذا ميزان من أجمل وأدق الموازين في نطق الحروف، وبه تظهر جماليات القراءة. انتبهنا كيف؟ لكنني أذكركم بأن الحرف المتحرك زمنه واحد، يعني لما أنا أقول كا كو كي نفس الزمن. زمن نطق الفتحة يساوي زمن نطق الضمة يساوي زمن نطق الكسرة. كلامي الماضي كله منصب على الحرف الساكن. انتبهنا؟ إذن أزمنة الحروف المتحركة متساوية. كو تي با مين أطول؟ كو ولا تي با؟ نفس الطول. الله يرضى عليكم. انتبهنا يا شباب، مع أن الكاف إيش شديدة، انتبهنا، والتاء كمان تاء إيش شديدة ولا شو شديدة؟ نعم بكت. والباء أيضا كو تي با نفس الطول. إذا زمن كو يساوي زمن تي يساوي زمن با. الحروف أزمنة الحروف الساكنة، هذه هي الثمرة العملية من بحثنا الأخير. هذه هي الثمرة العملية من بحثنا الأخير. أزمنة الحروف الساكنة متناسبة مع جريان الصوت بها. انظروا إلى المثال الموضوع أمامكم على اللوحة. يستبشرون يستبشرون يس، شايفين السين كيف ممطوطة؟ تب الباء شو؟ تب قصيرة لأنها شديدة. رون رون النون الأخيرة شو فيها؟ مطة بسيطة، هي أقصر من يس وأطول من تب. شو يا إبراهيم؟ دخلت ولا لسه؟ يستبشرون، واضح يا أخي؟ أزمنة الحروف المتحركة تكون أزمنة الحروف المتحركة متساوية ضمن المرتبة الواحدة من مراتب القراءة، لأنه كما تعلمون القرآن الكريم ورد ووصلنا بثلاث سرعات: بطء وتوسط وسرعة. فضمن المرتبة الواحدة البطء أو التوسط أو السرعة الحروف المتحركة زمنها إيش؟ واحد، أي أن زمن الحرف المفتوح يساوي زمن الحرف المضموم يساوي زمن الحرف المكسور. كتيبة نفس الطول، يعظكم نفس الطول، سئلت نفس الطول. بينما الحروف الصحيحة الساكنة وهي ثمرة بحثنا، زمن الحرف الرخوي أطول من زمن الحرف البيني، وزمن الحرف البيني أطول من زمن الحرف الشديد. صار كم مرتبة عندي؟ ثلاثة.
قياس أزمنة الحروف الصحيحة الساكنة يتناسب مع سرعة القراءة تحقيقا وتدويرا وحذرا. هذا أيضا جدول أمامكم يبين أزمنة الحروف الصحيحة الساكنة. لو شبهنا زمن الحرف الرخو بالذي نراه باللون الأحمر فيكون البيني أقصر منه بقليل. يعني يستبشرون، يس زمن السين هو الأحمر، رون زمن النون هو الأزرق، تب زمن الباء هو الأخضر. يبقى هذا التناسب بين أزمنة الحروف الصحيحة الساكنة مهما كانت سرعة القراءة. إن بطأت فهذا الميزان موجود، وإن أسرعت فهذا الميزان موجود، ولكن لا يقدر على ضبطه مع السرعة إلا المتمرس. تماما كقيادة السيارة، المبتدئ لما أول ما بيقود السيارة شلون بيقودها؟ بطيء وشوي شوي وماسك الدركسيون لح يكسره من كثر ما عم يعص عليه وخايف. بعد شوي بيتجرأ بيسرع شوي، بعدين بعد، وهكذا يصل به الحال إلى أن يصير يقود بخنصره أحيانا. تمام، لأنه صار وهكذا هذا الميزان. أول ما يبدأ الإنسان يطبقه يطبقه بالبطء، ثم لما يتدرب وتتدرب عضلات فمه يسرع قليلا. تعالوا لنطبق هذا الميزان على سورة ألم نشرح لك صدرك، وترونها أمامكم على اللوحة. بسمي السين شو؟ قولوا رخوة. السين شو؟ رخوة. بسمل مل، اللام شو؟ بين الرخوة الشديد. بسم الله الرح رح، الحاء شو؟ رخوة. مين أطول، السين ولا الحاء؟ أيوة مثل بعض، خليكم مصحصحين. أنا أثناء كلامي يعني بعمل مزالق. طيب الرحمن الر نر، الراء مثل ملة، حيم الميم الأخيرة، صار عندي اللام الأولى من لفظ الجلالة، الراء الأولى من الرحمن، الراء الأولى من الرحيم، الميم الأخيرة، هذه الأربعة كلها من حروف لين عمر زمنها إيش؟ واحد. ألم ألم الميم، شوفوا اسمعوني، ألم لم، شايفين المط البسيط في الميم؟ الميم شو فيها؟ مط بسيط. ألم نشرح نشرح، الشين رخوة والحاء رخوة، الله يرضى عليك يا ابني. طب مين أطول، الشين ولا الحاء؟ أيوة صح صح يا أخوي. ألم نشرح لك صدرك، صاد الدال شو؟ شديدة. صاد شايفين كيف زمنها قصير، رك أيضا قصير لأنها من حروف أجد قطن بكت. ووضع ضع، العين شو فيها؟ جريان ضئيل لأنها من حروف لين عمر، مثل ألم. إذا زمن الميم من ألم، مثل زمن العين من وضع. انتبهنا؟ وهكذا بقية الأحرف. أقرأ وتقرؤون خلفي بصوت واحد، وانتبهوا إلى أزمنة الحروف. صار الأذان؟ طيب إذا نستمع إلى الأذان ثم نقرأ سورة ألم نشرح ونطبق الميزان. طيب إذا نقرأ سورة ألم نشرح، وأرجو أن تراعوا الميزان الذي ذكرناه للحروف الساكنة. وعندما أقرأ يا ليتكم تنظرون إلى فمي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ألم، شايفين؟ ألم نشرح لك صدرك. ألم نشرح لك صدرك. ووضعنا عنك وزرك. ووضعنا عنك وزرك. شايفين وز؟ وز مثل نش مثل رح، نفس الطول نفس الطول. ووضعنا عنك وزرك. ووضعنا عنك وزرك. الذي
أنقض ظهرك. ظه، شايفين الهاء مثل نش، نفس الطول. الذي أنقض ظهرك. ورفعنا لك ذكرك. فإن مع العسر يسرا. إن مع العسر يسرا. فإذا فرغت. شايفين أغ مثل نش، نفس الطول. فإذا فرغت فانصب. شايفين الباء كيف زمنها قصير. وإلى ربك فارغب. شايفين الراء فر فر، فيها جريان جزئي، بينما راب الباء قصيرة جدا. وإلى ربك فارغب. قد يقول قائل يا أخي بدك يانا ونحن عم نصلي ننسى القرآن وننسى التفكر في معاني الآيات ونقعد نشتغل طول وقصر. لا يا أخي، هذا يعني نفعله نحن على كبر، كان لازم نتعلم هذه الأشياء ونحن أطفال كالشباب اللي حولي هؤلاء، الله يسلمهم ويسلم أولادكم جميعا. كان لازم نتعلم هذا ونحن صغار، ولو تعلمناه ونحن صغار لصار عندنا سليقة نتكلمه من غير كلفة، لكننا ماذا نفعل؟ لم يتهيأ لنا ونحن صغار أن نتعلمه، فنتعلمه الآن وإن شاء الله فترة بسيطة يصير عند كل منا ما تسمى بالملكة، يصير عندنا ملكة ويصير الفم يشتغل بدون أن نفكر، ونعود بإذن الله فنتفكر في معاني الآيات وما أراده الله تعالى منا من معاني آيات القرآن. يعني لا تخلي الشيطان يقعد يوسوس لك ويقول لك يا أخي شو هذا، هذه فترة مؤقتة، وبعد أن تحكم نطق القرآن بها بإذن الله تعالى فإنك تصير تعود لتتفكر في آيات القرآن. أنبه هنا بسرعة على أخطاء تقع عند نطق أزمنة الحروف المتحركة. الحروف الإيه؟ المتحركة. تطويل زمن حرف متحرك عن أزمنة ما جاوزه من الحروف المتحركة خطأ في القراءة سماه العلماء التمطيط أو الإدخال، وذلك نحو فمن يعمل. انظروا لو سمحتم، بعض إخواننا شو بيقولوا؟ فمن يعمل، فمن يعمل، شو عم يعمل بفتحة الميم؟ عم يطول زمنها أكثر مما تستحق فينشأ من ذلك ألف، وهذا لا يصح. كنتم، انظروا كنتم، بعض إخواننا يبالغون في تطويل ضمة الكاف فتصير كنتم، ولقد كنتم، كنتم، هذا لا يصح، هذا التطويل تمطيط. إن الذين، الهمزة المكسورة لها زمن، إن الذين، فإذا بالغ الإنسان فقال إن الذين، إن شو صار بإي؟ انمطت وصار وكأن فيها ياء، إن الذين. هذا من الأخطاء التي تحدث عند نطق الحروف المتحركة. أيضا يحدث من الأخطاء العكس، تقصير زمن حرف متحرك عن أزمنة ما جاوره من الحروف المتحركة خطأ في القراءة سماه العلماء الاختلاس، وذلك نحو يأمركم. موروكم، لما يأتي ما يسميه العلماء توالي المتحركات، يعني توالي الحروف المتحركة، الفم سبحان الله أحيانا يحب أن يختصر فيسرع قليلا عند حرف من الحروف، لابد أن نسوي بين أزمنة الحروف، فنقول يا موروكم موروكم، فكل حرف يأخذ حقه من الزمن. انظروا إلى المثال الثاني، الذي خلقكم، كم متحرك؟ أربعة، لابد أن تكون أزمنتها متساوية،
خلقكم، ولا نقول مثلا خلقكم الذي خلقكم والذين، نخطف نخطفها هكذا خطفا، لابد من أن نسوي فنقول الذي خلقكم والذين. المثال الثالث يعيدكم، كم حرف متحرك؟ 4. أيضا نعطي كل حرف حقه، يعيدكم والله يعيدكم مغفرة، والله يعيدكم مغفرة، ولا نقول والله يعيدكم مغفرة، يعيدكم هكذا نخطف الكلام خطفا، هذا لا يصح. إذن نكتفي بهذا القدر، وقد تكلمنا اليوم بالله الحمد على صفتين وصفتين من الصفات المتضادة، ونقف عند قول ابن الجزري رحمه الله وسبع علو خص ضغط قذ حصر، نتكلم عنها غدا الجمعة. إذن غدا الجمعة بإذن الله بعد المغرب مباشرة عندنا درس كالمعتاد، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.